هنوريكم دلوقتي تمرينة رجل تعملها في البيت او النادي او اي مكان، ومش هتاخد منك وقت. للتركيز على الكواتس والجلوتس هنعمل السكواتس بالشكل ده. وبعدين هتعمل اللانجز او الطعن بالشكل ده. عادي جدا ركبتك تعدي مشط رجلك، مفيش اي مشكله. ولو السكوات سهل بالنسبه لك، هتعمل البيستل سكوات او سكوات برجل واحده بالمنظر ده. هنضرب 2 في 1 وهنستهدف الاماميات، وهنقوي من الني جوينت او من مفصل الركب بتمرينه السيس سكوات. وبعدين هنعمل الهامسترنج بريدج بالشكل ده. لو عايز تصعب التمرين هتعمله كده. وبعدين هنعمل ستاندنج كول فريز بالشكل ده. ده بيستهدف الجاستروكنيميوس، واللي هو وانا قاعد بيستهدف السوليس اللي تحتها.